أسعد الله أوقاتكم جميعا. إحنا اليوم 2/4/2023 وبكون 11 رمضان، 11 أو 12، اليوم 12 رمضان أو 11. شو رأيكم؟ أنتم بخير؟ هلا منتابع التاب اللي هو بنيجي على البرايس سيتينجز. هلا هذا له جزئين، الجزء الأول على اليسار البيرشيز اللي هو طبعا برايس سيتنج، يعني اعدادات الاسعار او شروط كيف بدنا نحدد السعر. هلا في سعر الشراء والكوست تكلفه، وفي سعر ايش البيع. في البرنامج عندنا زي ما بتعرفوا وشفتوا فيديوهات اخرى انه في بقلب مرونه مشان الادمن يوزر الشركه العميل يحط حاجته ويطبق سياسته. واحنا طبعا اي حدا عنده اي ملاحظات اي شيء يبعث لنا، يعني بنكون مبسوطين جدا، لانه بنهايه الفيديو بدنا نحط الواتساب تبعنا وابعثوا اي ملاحظات بدكم اياها. هلا فيما يتعلق في اعدادات المشتريات، سعر المشتريات، في هذا كون مثلا don't allow to buy items higher than standard cost price، يعني ما تشتري، ما تسمح لاي حدا يشتري اي صنف يزيد قيمته عن السعر الستاندرد، السعر المتعارف عليه اللي هو بيكون موجود وين؟ في الصنف، في قائمة الأصناف نفسه. فهذه شروط. بعدين بقول لك هون مثلا دونت، أو هي يا إما بتقول دونت، لما تقول دونت هذه بتسكر، هذه بتسكر خلص السعر اللي إحنا بنعطيك إياه بنثبته بالسيستم، بدك تشتغل عليه لما بدك تشتري، ما بنسمح لك تتغير. او ممكن نقول اسمح بتغيير السعر الشراء ولكن ضمن شيء معين، وهو ايش؟ مثلا الماكسيمم بيرشيز برايس الاود، يعني قديش لو انا بدي، لو انا مسؤول مشتريات مثلا، او انا بدي اشتري شغله معينه، يوزر على البرنامج، انا مستخدم للبرنامج بدي اشتري، بيجي بقول لي بحط لي صلاحيات اقصى شيء ممكن نسمح لك تشتريه زياده عن السعر المتعارف عليه او السعر الستاندرد او التكلفه المعياريه، سمي اللي بدك اياه، ممكن تزيد 10% بس، هذا اكثر شيء. وايضا لو انا بدي اشتري شيء اقل، اوكي، ما تسمح لي ان اشتري بسعر اقل مثلا نفترض من 30%. اوكي، ليش هذول ال 10%؟ مشان ما يجيب لي اسعار غاليه، اذا الشغله قيمتها 10 دولار ولا جنيه ولا درهم ولا ريال، اوكي، ما بدي اروح اجيب الشغله ب 15 درهم، تمام؟ فبسمح له 11 درهم بس، ليه 10%؟ ولما بدي اجيب شغله اذا كانت الستاندرد 10 درهم وراح جاب لي اياها، بدي اجيب لي اياها ب 5 درهم مثلا، بقول له تعال شو 50%؟ معناتها جايب لي جوده مش مظبوطة. فأنا بقول له يعني ممكن تجيب لي خصم 30%، أو ممكن أقول له بس 20% مثلا. ممكن يجي يقول لي حدا أنت إيه اللي مزعلك، يعني خليه يجيب من 10 يجيبها ب 20، سوري يجيبها من 10 يجيبها بدرهمين أو ثلاثة. لا، هذا شيء له علاقة بالجودة، بركي أنا مصنع بصنع وهكذا. خلاص، هذا الجزئية إيش؟ ما يتعلق في الماكسيمم المبيع، الشيء اللي انا بدي اشتري. بما ان احنا موجودين هنا بنروح على مين؟ نفس الكلام ينطبق على مين؟ على المبيعات. نفس الكلام. يا اما بقول له لا تسمح، ما تسمح تتغير، خلاص. لا تسمح انك تتغير. خلاص؟ او بقول له ايش؟ اسمح. اسمح انك تتغير. طبعا التنتين هذول، هاي وهاي، ما بصيرش يكونوا مع سوا. شايف؟ ما بصير يكون مع سوا. يا هاي هاي. ونفس المبدا. هلا بس هاي ايش؟ هذا الديسكاونت، يعني اذا انا بدي اعطي خصم، اقصى خصم ممكن اعطيه للزبون 10%، اقصى خصم. اوكي؟ او 20 او 30. هذا لمين؟ لمين هذا الكلام اللي بنقوله هون وهون؟ لليوزر، اي يوزر، اي مستخدم لديه صلاحيات انه يعمل عمليات شراء، او اي مستخدم لديه صلاحيات ان يعمل عمليات بيع، هذا القانون تبعنا لجميع المستخدمين. وهون الماكسيمم
سيلينج برايس الاود نوت اكسيد في المية. يعني اذا الشال الان ببيعها كمان ب10 درهم مثلا، ما بصير هذا البياع يبيعها ب30، شو بصير مغالاة، بصير بعملنا مشكلة هذه. فباجي بقول له والله مكسب مثلا 20% من قيمتها، العشرة بتصير ب12، بدي احط 30 حط، ما بدك تعمل اعدادات، ما تعمل خالص، شيل كل ده كل حاجة من هنا شيلها خلاص، ما تعمل اعدادات، انتهى الموضوع. واضح؟ وهون في هذا الإطار allow to save the form even the selling price is less than the average cost. هاي شغلة إضافية، يعني إذا كان الـ average cost من هنا من الجهة اليسار الـ average cost لهذا الصرف بخمسة درهم، وإجا بعد هون إجا بده يبيع بأربعة درهم، وإنت سمحت يبيع أقل، هيا شاف إنت سمحت خلاص البرنامج بده يقبل، تمام؟ يعني هذا additional control. بعدين هون don't allow to change the standard selling price in the item list، يعني في الـ item list أنا بقول بدي أبيع الصنف ده بمئة درهم خلاص، فهون أنا بمنع المستخدم إنه يروح على الايتم ليست ويغير سعر البيع، ممنوع يغير سعر البيع، تمام؟ وهون نفس الكلام، ممنوع يغير سعر الشراء، أوكي، في حافي في الايتم بروفايل، يعني في كرت الصنف، كرت الصرف ممنوع يغير سعر الشراء، ممنوع يغير سعر البيع الستاندرد المتعارف عليه. واضح يا جماعة؟ طيب هلا هون مثلا don't allow to enter more than مثلا 1000 amount in cash payment. اوكي، هلا احيانا وانا بعمل تسجيل فيديو ممكن اني الاقي اشياء ليست في مكانها زي هاي، فهلا بالفيديو الحالي حتشوفه هون، الفيديو التالي او لما تشتري البرنامج بعد يمكن شهر راح ننقلها لهون، لأن مكان الصحيح وين؟ مكان الصحيح هون. أوكي، هذا هو المكان الصحيح لها، فلذلك برجع هون أحيانا قد لا تجد في مكانها، بتكون حسب المكان الصحيح تبعها. أوكي، هذا لمين؟ هذه في الكاش بيمنت لما بعمل سنة صرف نقدي، فبقول له ما تسمح أنك تبيع أكثر من، سوري، ما تسمح أنه تطلع بنتي كاش أكثر من 1000 درهم أو 200 درهم في العملية الواحدة أو دينار وهكذا. هون بقول show average cost in form في الانفويس أو in credit memo. إذا حبيت شغلة إضافية قبل ما تعمل بدك تبيع، بدك تعرف قديش الـ average cost تبعك، ممكن أن أفرجيك إياه. وهذا في الحالة إيش؟ لما بتكون أنت البائع وأنت صاحب القرار، أنت المالك وأنت صاحب القرار وكذا تقدر تشوفها، ولكن لو مش انت ممكن انك ما تشوفها. واضح؟ هلا كل هذا زي ما حكينا دائما، هاي اشياء بتساعدك، هاي اشياء كثير بتساعدك وبتعمل صلاحيات والى اخره. هلا don't allow to change the price when converting purchase order to item received. زي ما انتم عارفين في عنا ورك فلو اللي هي هون شايفين، وفيها فيديو الورك فلو هذا شايفين. هلا لما نعمل رن للورك فلو بيجيبنا هون، بدنا نشرح عنها اللي هي ايش. لما انت بتعمل تحويل، لما بتحول الامر الشراء الى سند استلام بضاعه او فاتوره شراء، اوكي، لا تسمح بالتغيير، don't allow to change، لا تسمح بتغيير السعر لما انت بتحول امر الشراء الى هذول. واضح بكل بساطه. هلا الماكسيمم كوانتيتي الاود في البيرشيز ريكويست، في شغله اسمها بيرشيز ريكويست، ما هي امر شراء، وهون كمان في عليه كنترول قديش مسموح له يشتري نسبه مئويه من البضاعه الموجوده، نسبه مئويه من البضاعه الموجوده. يعني اذا عندي بضاعه مثلا 1000 قطعه وانا بحاجه لاكثر من 1000، فرباش بقول انا مسموح لك تشتري 10% من الموجود، يعني 10% من 1000 يعني 100 زيادة بسمح لك. واضح؟ وبسمحت 10% أو by quantity times، يعني بسمح لك مرتين من 1000، يعني 2000 بسمح لك مرتين من 1000 الـ available، أو بعض إيش؟ نسبة مئوية.
أو بمعنى مبسط، لو عندي 5 أو 10 أقلام بدي أشتري، بدي أشتري المستخدم والله اسمع أنت بتشتري 10% من 10 أقلام، 10% منهم يعني بتشتري قلم زيادة فقط بسمح لك من الأفيلابل كوانتيتي، مش يصير سدح مدح يشتري 100 قلم و50 قلم وأرميهم بالستور. واضح؟ هلأ عند وقت أنا بعمل البيرتشيز ريكوست اللي هو أمر الشراء، طلب الشراء، طلب الشراء، وزي ما أنتم عارفين طلب الشراء ليس له تأثير مالي، ليس له تأثير مالي. هلا أنا حددت 10%، ولكن في ذات الوقت هل أسمح أثناء التسجيل هل أسمح أنه أغير؟ بيت بس هون بقوله غير، معلش بدل ما يجيب 11 قلم قلم زيادة خليه يجيب 2 أو 5، وهيك صارت بتصير فوضى. فإذا حطيت له علاوة، ولكن إيش؟ إحنا بنحط للعميل، نضع كل شيء بين أيدي، هو حر، هو حر، هو صاحب القرار. العميل بقعد مع التيم تبعه، تعالوا يا جماعة نحط سياسة الشركة. إذا عميل مش فاهم سياسة الشركة هو حر، ها مشكلته، ها مصيبته. إذا العميل ما عاد وعمل سياسة للشركة، إحنا وظيفتنا نحمي العميل. هلا read the previous purchase price while creating a purchase order أو enter bill. يعني لما أنا بدي أجي أعمل لما بدي أنشئ أمر شراء أو بدي أنشئ فاتورة شراء، بيش السيستم بقول له أنا هون إذا كبست هون والله يا برنامج اقرأ لي سعر الشراء السابق لا وقت ما أنا أنشأت هدول التنين، اقرأ لي شو كان سعر الشراء مشان يساعدني، مشان إيش؟ يساعدني. هلا باجي على هون compare prices، compare prices لمين؟ automatically select best price by total vendor even if some of the items pieces are less. وهي automatically select best price by item even the price by total is less. هذا شو معنى هذا الكلام؟ لما احنا بنعمل purchase request، لما بنطلب مواد بعدين بيجينا عروض اسعار من الموردين، احيانا بعض الموردين زي ما انتم عارفين ممكن نعطينا سعر بعض الاصناف اقل من مورد اخر. يعني المورد رقم 1 للصرف بعطيني حقه 5 دراهم، المورد الثاني بعطيني سعره 4 وهكذا. ولكن في المورد الاول ممكن يعطيني سعر اقل وهكذا. فبيجي السؤال، هل أنا أخذ أفضل الأسعار حسب الأصناف ولا أخذ أفضل الأسعار حسب مجموع المورد على بعضه؟ يعني جبت أنا أسعار من 5 موردين، حلو؟ المورد رقم 3 هو أرخص واحد، هو أرخص واحد بالرغم أنه في بعض الأصناف عنده أغلى من غيره، ولكن في النهاية هو أقل. إذا أنا هذا الشيء بهمني هو أقل في النهاية، إذا باخذ أول وحدة خلاص. أما إذا بهمني تتبع الأصناف، إذا باخذ هاي، باخذ تتبع الأصناف. في الحالة هاي أنا بشتري أكثر من مورد، تمام؟ هلا minimum number of approval of approved price request for creating purchase order form. تفتح هذا هون. هلا بالنسبة لهاي يا جماعة هذه مهمة. هلا لما احنا بدي اياكم تعرفوا انه لما انت بتفعل، لما انت بتفعل الورك فلو للمشتريات اللي هو موجود هون للمشتريات، هاي الورك فلو للمشتريات صح؟ لما انت بدك تفعل هذا الورك فلو للمشتريات، معنى ذلك انت بدك تبدا من ماتيريال ريكويست وتجيب اسعار و الى اخره. الان اذا انت بدك اطلع امر شراء بناء على عروض اسعار اجتك من موردين، تمام؟ بيجي البرنامج بقول لك انت كم عرض اسعار بدك من موردين عشان تطلع امر شراء. يعني بمعنى عشان اطلع امر شراء هل بكفي اجيب عرض اسعار من 2 موردين، من 1، من 3، من 5، قديش بدك؟
فاذا عشان اطلع عرض اسعار انا هون بيرشيز اوردر، عشان اطلع بيرشيز اوردر امر شراء، عشان اطلع امر شراء للمورد، كم عرض اسعار لازم يجيني من موردين؟ بيجين 1 2 3 4 5 10، قد ما بدك اختار. وهذا الشيء له علاقة بالرقابة. وإذا نفترض أنا أرد بدي يجيني 5 عروض أسعار من موردين وإجاني 3، بقدرش أطلع، بقدرش أكمل. واضح يا جماعة؟ فهذه كمان additional control. هلا بنيجي على هون item received أو stock delivery، تمام؟ هلا اللي هو high cost price in item received and stock delivery، يعني لما أنا بدي أعمل سند استلام بضاعة أو بدي أعمل delivery أو بدي أعمل delivery، بدي أسلم بضاعة لعميل، أو بدي أستلم من هون item received، فبقول له أنا البرنامج ما تفرجي الكوست برايس لما بعمل هذا الشيء. وهون بشو بقول لك شو بندل ايتمز ان ستوك ديليفري فورم، شو بندل كولومز ان ستوك ديليفري فورم، وهذا ايضا شيء اختياري اذا بدك تفرجي هذا الشيء ولا لا. تمام، هيك انا بكون شرحت، يعني اخذت معي ربع ساعه عنها لانه هي بدها الصراحه بدها شويه شروحات موجودة. لا تنسوا انه في هون فيديوهات، اوكي؟ لا تنسوا تتابعونا على الموقع hannawerb.com، وطبعا في عنا يوتيوب وفي عنا فيسبوك وكل مكان. واي شيء، اي ملاحظات ابعثوا لنا اياها على الواتساب اللي بده يظهر في نهاية الفيديو. ولا تنسوا اللايك على اليوتيوب، ولا تنسوا كمان تزوروا الموقع تبعنا hannawerb.com لانه في كثير معلومات. وشكرا لكم، رمضان كريم.